الجرح غميق كتير، كأنه في رصاصة برجله لازم نطالع. لا لا أنا بطالعها، أنت بس هلا لفي لي إياها مشان يوقف النزيف وخليني روح. وين بدك تروح لك ابني وأنت بهالحالة؟ لا سيدنا أنا لازم روح، رفقاتي عم يستنوني وما فيني أتركهم لحالهم. وين بدك تلاقيهم لك ابني بهالليل؟ هلا كل واحد منهم بيكون راح بجهة. لا بلاقيهم بلاقيهم، نحن متفقين على مطرح نلتقي فيه. إيه بسيطة، هلا بدلنا على هالمطرح ونحن بنبعت منجيب رفقاتك كلياتهم لهون. تذكر الشبي اللي كان عم يقدم جنب الدير واجا ابونا ما هان عليه ونيمه هون بالدير؟ ايه تذكرته، مو هذا يوم اللي اجوا الحرميه على الدير؟ ايه هذا الشاب كان هو والسوار عم يحاربوا الفرنساويه، قام تصاوب برجله يا حرام، وابونا بعث لي خبر مشان روح ضمد له جرحه. وان شاء الله جرحه مو كبير. لا الحمد لله، الرصاصه شحطه برجله، الله تلطف فيه. ضمدتي له الجرح؟ ايه ضمدت له اياه، وقام دغري بده يروح. وراح؟ لا وين بده يروح؟ هلأ الفرنساوية بيكونوا معبين الدنيا، وبعد ما ضمدت له جرحه ارتاح شوي الحمد لله، وأبونا هو عم يصلي مشانه سحب نومه. تعيلوا. الله يشفي يا رب. اجوا رفقاتي؟ لا والله يا ابني، بعدنا الرهبان لهنيك وما لقوا حدا. ليكون يا أبونا ما عرفتوا القرنة؟ لا عرفناها، حتى بالعلامة في هنيك قبر. قبر؟ ايه قبر، بس كأنه القبر جديد، المي لسه ما نشفت عليه. هذا اكيد واحد من الشباب استشهد امبارح ودفنوه هنيك. يلا بتسمحوا لي انا لازم امشي. لا يا ابني ما بسمح لك. ما فيك انت تمشي على رجليك انت. لا معلش ابونا انا ما راح امشي، راح اطلع على ظهر الفرس. لا يا ابني لا. يسلموا والدين. الله يسلمك يا رب. كتر خيركم، والله فضلتوا على راسي، تعينا سيدنا. الله ينصركم. والرب يسوع يحميكم. دير بالك على حالك يا ابني. ان شاء الله، يلا بخاطر. لك وين رايح هاد؟ ما بيصير يروح، جرحه عم ينزف لسه. هذا الزلمه اللي حكيتي لي عنه؟ ايه هو. طاح. عليا جيبوا له مي. يا اخ يا اخ. عفوا عم تناديلي لي يا اختي؟ انت اسمك وضاح؟ ايه نعم انا وضاح. بتعرفها لعليا؟ عليا؟ لا ما بعرف حدا اسمه عليا. عليا هلا لما سمعت اسمك غمت، اكيد بتعرفها. هي قالت اسمي؟ ايه ايه قالت وضاح. قصدي رويدك، ابقي زورينا. ايه اكيد، وانتو كمان تعالوا لعنا وزورونا. يلا بخاطركم يا جماعه وادعوا لنا، الرب يحفظكم. الله يحميكم. يلا بخاطركم. بخاطركم. مع السلامه. العذره تحميك يا رب. اخ يا وضاح لو تعرف قديش قاسيت وتعذبت بغيابك، بس بعمري ما كنت صدق انه بعيد الشر يكون صاير لك شيء. انت كنت عايش بقلبي، كنت شوفك كل يوم بمنامي. شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك. المهم هلا اللي انت شو صار معك بعدين؟ هلا مو وقتها، بكره بحكي لك وبتحكي لي لحتى تقولي حاج، حتى بنحكي لاولادنا اذا بدك. اولاد؟ يبعت لي حمد ما قلت لك، نحن اجانا ولد. سطاكم. بعرف اهلك خبروني. يلا بكرة الله بيعوضنا بأحسن. آمين يا رب. يلا قوم خلينا نروح. لا لسه بكير، بدنا نصلي صلاة المغرب.
بعدين ما بدي فوت على الحارة بالنهار. ليش؟ بكرة إذا دروا هالحارة إنك جيتي كلهم رح يلتموا، النسوان بدهم يجوا يباركوا لك، ورجال بدهم يهنوني بسلامتك. ما بدي حدا يشغلني عنك بهالليلة. يعني ما بدك تخليني أشوف أمي وأخواتي اليوم؟ لا بتشوفيها، بتشوفيها بكرة. بعدين ما قلت لك صارت منيحة وبتحكي وتمشي ولا أحلى من هيك. فأبر قلبي شو مشتاقت لها هي وأخواتي. يلا دوم وتوضى من هالنهر وصلي صلاة المغرب. وقعت لي حمى لساتها عم تجعل؟ لا ما في شيء بسيط. سلامة قلبي. يا الله شو اشتقت لهالبيت ولأهل البيت، اشتقت للزريعة للبحرة. يا الله على مهلك على مهلك تقبرني على مهلك. تعالي عادي جنبي تعالي، كثير اشتقت لك. يا رب يا رب مثل ما جمعت شملنا أنا وحبيبي تجمع شمل هالعيلة يا رب. آمين يا رب. آمين. يا لطيف شو كان الشيطان يوسوس لي ساعة يوسوس لي إنك تجوزتي ونسيتيني. لا وضح لك المسني. رويدا شو بكير؟ جوزك على سنة الله ورسوله. لا لك شلون لا شو بكير رويدا؟ أنا جوزك على سنة الله ورسوله. لك مين عم يدق الباب هلا؟ يلا يلا جاي. يلا يلا تفضل. ايه خان ايه شهلي؟ لا وينك يا رجل؟ انا بدي الدنيا عليك. لا والله شغلت لي بالي، وين كنت كل هالوقت؟ رحت جبت رويدا ومشيت. رويدا؟ ايه رويدا يلي صار لكم سنين وايام عم تدوروا عليها وما عرفتوا تجيبوها. وينها هلا؟ ليك شحجوها. ايه بس رويدا ما بصير تجي معك لهون. ليه؟ مو هذا بيتها وانا جوزها. رويدا محرمة عليك. شلون يعني محرمة علي؟ ايه نعم، رويدا مكتوب كتابة على ابن خالك صفوان. شو؟ مثل ما سمعت، رويدا لازم تروح معي هلا. رويدا! رويدا! لك هي حرمتي شلون بتجوزوها لغيري وانا لسه عايش؟ وين كنتي يا خانم؟ وين كنتي؟ لك هيك تطلعي من بيت اهلك وبتجيبي لنا الحكي؟ اختك كانت بمكان طاهر، بيت من بيوت الله. أنا وافقت على صفوان مشان يطالع رجلي من الحبس، وكنت ناوي أذبح حالي أو أهرب قبل ما يتجوزني، المهم كان عندي إنه رجلي يطلع من الحبس. رسولي رسولي فاجرة. لا يا عمي لا، ما بيصير هالحكي، ما بيجوز. عبدو أختك أشرف من الشرف، خليها تحكي. أنت مشان هيك هربتي؟ إيه لما سألني الشيخ إذا كنت موافقة ولا لا، عبدو كان حاطط السكين على رقبتي. ولك رسولي غازي عشان ما أضربك كف شنيعك فشها. عبدو نزل إيدك أحسن ما أكسرها وحملك ياها. بدي طول بالك الله يخليك. هلا بتروح بتجيب شيخ نزيه وبتجيب معك صفوان لهون، بيطلقها وبنكتب كتاب على وضاح. لك يا عمي بركة صفوان ما رضي. لك شلون ما يرضى يعني؟ اي والله بذبحه اذا ما رضي. شلون ما يرضى؟ اذا ما رضي انا اللي بدي اذبحه. يلا يلا شريف ابو محجوب شريف. لك خير شو جابك لعندي بهالليل؟ شو جايبني لعندك؟ وضاح مدور على رويدا وملاقيها ومرجعها. شو رويدا رجعت؟ وين هلا؟ عنده بالبيت. شي؟ لك شلون يعني عنده بالبيت أب محجوب؟ لك المخلوقة حرمتيني أجنبية على ما بصير تنكشف النوب. صفوان هنن كلمتين، يا بتروح هلا بتطلقها وبترجعها لجوزها، يا أما بتجيبها وبتجي معك لهون. لك أنا جوز عمي، لك المخلوقة حرمتيني. يعني ما بدك تطلق؟ لا ما في شي من هاد بنوب. إيه؟ لكان خلصنا من السيرة، هلا بتحمل حالك بتروح معي بتجيبها للمخلوقة معك على البيت وفضت يا عرب. ولا قال لك انت لا تروح منوب، لانه اذا شافك عقد مو زعلان واخذ على خاطره ممكن يوصل. ايه ما فشا. لك انا مالي خايف لا منه ولا من مية من شكله. لك خلصنا بقى صفوان، خلصنا بقى. عم نقول لك اذا ما طلقت للمخلوقة الزلمه جاي لهون، واذا اجى لهون ما تشوفك قلة العافيه. هو بتعرف والله بيني وبينك خليني اتصل الشر، روح اتخبى كم يوم بيت ابن جيب. بس دير بالك ها، بتروح بتجيبها بتحطها عندكم بالبيت. يا معلي معلي ما بعرف شو بيطلع مني. ها الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة يا ابو المر. الله يهنيك وبرجعت الحرمة. الله يهنيك ويسلمك. وين اختي؟ جوا. طمني يا ابو المر، ان شاء الله جرحك صغير. جرحي اخ يا ابو فهد على جرحي. رويدا يا خيي من رحتي وتركتينا كل هالسنين.
العمى والله بطاها بيتبعني. اهرب يا ولد، اهرب من طريقه احسن لك. وهيك بتخليها معلقة، لا مجوزه ولا مطلقه. خليني اطلع البس وقصها احسن شي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وما قالوا لك لوين راح؟ طلع من بعد العشاء وما بيعرفوا لوين راح. ابو صفوان وين بيكون ابنك هلا؟ والله ما بعرف. وين ما راح رح يرجع ورح يطلقها ورجله فوق رقبته كمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما لقيته؟ قال لساته ما اجى. لك ليش تاخرت لهلا؟ مريت على بيت عمتك من لطفي وخبرته اني برجعت اختك. ايوه خلاص يا جماعه، معناها الصباح رباح. شو شيخي؟ شو نعمل؟ الحل انه الحرمه ترجع لبيت اهلها، وبكره ان شاء الله بنشوفه وبنخليه يطلق. شو اشتقت لك؟ يا عمتي صبري قلبي، وين كنتي يا غالي يا بنت الغاليين؟ بهالدنيا يا عمتي بهالدنيا. لك عمتي في حدا له مطرح احسن من بيت امه وابوه؟ يا عمتي انا لو تركوني بحالي ما كنت طلعت من بيت اهلي. يلا ستي، المهم رجعتي لنا بخير وسلامة. مساء الخير عمتي. مساء النور. مساء النور، يهنيك بسلامتها. الله يسلمك يا رب. يلا اختي قومي معي. لوين؟ مشان تروحي معنا على البيت. انا ماني طالعة من هون الا على المقبرة. شو هالحكي لك اختي؟ مثل ما سمحت. اختي الله يخلي لنا اياكي، ما بدنا مشاكل. لك اخي عبدو ناويلي على نية، واذا رحت معك نية شو؟ يا علي الحلال ما يمد ايده عليكي، لاذبحه وعد الله ما خلقه. اختي انت ما بصير تضلي هون، الناس بتجيب معدلنا مشكل ملون. بتريدي لنا اياها لك اختي؟ بتريديها؟ اكيد لا. هي عمتي بتضلها معي هون، وانت كمان بتضل هون. لك اختي انت لساتك على ذمة صفوان، ما بيصير. لك الله يقصف عمرك يا صفوان، الله يقصف عمرك. الهي بعت لك على وصي فرجه لمين تفرج. طولي بالك عمتي، اخوكي حكي مزبوط، لازم تروحي معه على القليل لبين ما هالمقصوف الرقبه يرضى يطلقك. ايه واذا ما طلقني؟ اختي هلا انت ما اشتقتي لامك وعليا ومحجوب وشكريه؟ بلا. شفتي شلون؟ طيب روح جيبهم لهون مشان اشوفهم. لا عمتي تقبريني الله يخليك، روحي انت شوفيهم وطمني على امك، والله شفتها بتقطع القلب. لك يا عمتي والله بعرف، والله بعرف، بس كرمال الله فهموني، فهموني من شان الله عملكم عبدو ناويلي على نية ما فيني روح. لا تخافي اختي، لا تخافي بنوم، طول ما انا موجود ما رح يصير غير اللي انت بدك اياه. يلا اختي، يلا امشي معها. امشي امشي تقبريني يلا. تركتيني يا حلو. دخيلك يا عمي سامي. ولك كيف كان لك قلب؟ لك دخيلك كان لك قلب. ولك كيف اشتقت لك دوبري، اشتقت لك رويدة. ان شاء الله الف الحمد لله على السلامة. شلونك مرت اخي؟ لك ان شاء الله بيقطعوا لاخوك وبيجيبوا لك اياه شعف ونتف. ولك يخرب بيتك الله لا يوفقك، قالوا عملت لك قيمة ونازلة سلم عليكي. انت ما حدا عتبان عليك تنزلي تسلمي عليها او تفرحي برجعتها. ايوه بالناقص. عبدو بدفع امل لمرتك؟ لا بتقرشنا ولا بنقرشها. يدوبي حبيبتي. الله يرضى عليك خالتي، قوم اطلع لاوضتك، من هون لبكره بيحل الف حلال. ما قلت لي خال شلون جرحان؟ بيبعت لي حمى وقع من على الفراس وفات برجله عود يابس. قوم تقبري الله يرضى عليك. قوم قوم ابو نمر، قوم نام وقلك علي بكره الصبح خلي صفوان يطلع او نكتب كتابك عليه. الله لا يوفقك يا صفوان، الله يغضب عليك. اي والله والله اذا ما طلقها لا اذبحه بايدي. ما قلت لي يا ابن محجوب حدا شافك اكتفيت لهون؟ ما حدا شافني. ما قلت لي مبسوط بالقعده بالبيت؟ لك انا مبسوط. اي علي الحلال ما انا بطول الليل ريحه ابن نجيب فايحه بالبيت كله. شو صار معكم امبارح بالحاره؟ ما صار شيء اخي. كبارية الحارة راسن وميت سيف بدهم ياك تطلق. سيدي وانا ما رح اطلق. شيخ يا ابو عدنان، يا ابو عدنان انا برايي تطلق، يعني مو ناقصنا مشاكل. لك انه بسوء وضاح احسن مني لحتى كلياتكم واقفين معه. لك يا اخي وضاح ما انه احسن منك وما انه واقفين معه، بس رويدة كانت حرمته على سنة الله ورسوله. ايه وهلا صارت حرمتي. انت متغير يا ابو محجوب ها؟ من يوم اللي اجى وضاح انت متغير خير الله. أنا تغيرت؟ أعوذ بالله شلون هيك؟ إيه سيدي إيش كان ما كنت متغير؟ كنت هلأ رحت لعندها شحط لياها لهون من شعراتها. لهون؟ إيه لهون. حرمتي ولا ما لحرمتي؟ لك معلوم حرمتك. بس وينها صفوانو؟
شو نسيت رشدي؟ نسيت وضاح؟ نسيت العقيد؟ لك ابوك صافف مع وضاح؟ تبلغصت القصة ها؟ ايه شو علي؟ خليها هيك وقف. صحيح ابن محجوب، بدي اتصل لعندي على المحل بمعيتك، في بدرج المكتب شنتاي بدي اياها فيها اوراق لازمين لي. ايه شو علي؟ لك استنى وين رايح؟ مسيك هاي المفتاح. السلام عليكم. الله معك ميسرة. أهلين خالتي. شلونك اليوم تقبرني؟ الحمد لله. كيفك أخي؟ أهلين أختي أهلين. شو طبختي لنا اليوم؟ اليوم عملت لكم أكلة محاشي. والله أنا بحب المحاشي، شو وين صوري؟ رح ندور على صفوان. أها، صرنا من الصبح عم ندور عليه وما كنا نلاقيه. إلا ما نشوفه خالي، إلا ما نلاقيه، بعد ما سمع بالقصة يمكن متخبي بالسقيفة. بالسقيفة؟ معقول يكون متخبي بالسقيفة؟ ابني وأنا بعرفه خا. خا؟ هلا أنت عم تحكي عن صفوان من جوات قلبها؟ إيه من كل قلبي. طيب إذا قلت لك بدنا نروح لعندكم على البيت ودور عليه بذات نفسي، بتروح ولا ما بتروح؟ آه. إيه. بروح. لا والله، بغلاوة أمك وأبوك ما بتروح. ليه خالتي؟ لأنه إذا تواجهت مع صفوان بده يروح واحد على الحبس وواحد على التربة بعيد الشر، هي رشدي بيروح عوضك. إيه إيه كمان بصير والله كمان بصير. يا ريان جدي والله خسارة ويا حيف ضيعتوا هالحارة وضيعتوا.